بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الصف الثالث الابتدائي، كتاب القيم والأخلاق، الدرس الأول. طبعا دي مادة جديدة اسمها القيم والأخلاق، اتكررت السنة دي على الصف الثالث الابتدائي. احنا بغض النظر عن ان هي مادة امتحان ولا لا، ولكن المهم ان احنا نعرف اساسياتها ايه والمطلوب منها ايه، علشان مثلا لما نروح سنة رابعة ان شاء الله هو هيعمل لنا الكتاب ده بس بشكل اصعب شوية، وهيبقى فيه امتحانات قدام، فاحنا لازم نرمي حجر الاساس دلوقتي عشان نعرف هم عايزين مننا ايه بالظبط في الكتاب ده. المحور الاول في الكتاب بيتكلم عن مجموعة قيم زي قيمة الحب، ويشمل المذاكرة وفكر وابدع يعني، وفكر ولاحظ، تمام. بعدين بيتكلم عن قيمة الرحمة، وبيتكلم عن قيمة الاحترام وقيمة الامانة، وبعدين قيمة الائتمان، وبعدين قيمة المثابرة. ده في المحور الاول. المحور الثاني اللي هو العالم من حولي بيتكلم برضو عن نفس القيم ولكن باشكال مختلفة وبترتيبات مختلفة. فالمحور الاول كان من اكون، الحب من يكون، الرحمة من تكون، لكن هنا بقى بيقول دلوقتي فهمت يعني ايه حب، ودلوقتي فهمت يعني ايه رحمة، وهكذا وهكذا. طيب هنتعرف على الاشخاص او الشخصيات اللي معانا. امال طبعا خدوا بالكم من الشخصيات، امال كده شكلها رياضية تمام، وبتلعب كورة ولابسة كاب ولا حاجة هي في ايديها تمام، في على دماغها. ليلى، ليلى شايلة طبق في ايدها علشان بس نعرف التمييز بينهم. سعيد شكله كده ان هو كفيف ما بيشوفش يعني، تمام، يعني ما بيشوفش، بيتعلم لغة الاشارة او حاجة زي كده. طيب التلاتة التانيين في الشخصيات، أمين وده روش وبيسمع موسيقى زي ما احنا بنلاحظ، جميلة قاعدة على كرسي متحرك يعني ما بتقدرش تمشي، وأخيرا مرجان، تمام. طيب تعالوا نشوف هنشتغل ازاي. بيبدأ الدرس الأول بأن بيشرح معنى الحب، فبيقول الحب هو شعور جميل يسكن بداخلنا فنحن نحب أنفسنا. كل واحد بيحب نفسه، عاوز يلاقي نفسه كويس، عاوز يلاقي نفسه ناجح، عاوز يلاقي نفسه شاطر، فهو ده الحب، انك بتحب نفسك وبتحب ذاتك، تمام. وعائلاتنا بنحب بقى بابا وبنحب ماما وبنحب اخواتنا، يبقى ده هو، ده هو عايزين نعرف ايه هو الشعور ده. وأصدقائنا، صاحب اللي بيعد عليا، اللي بنروحنا هو المدرسة، صاحبي اللي صاحبتي اللي قاعدة جنبي في الديسك، وهكذا وهكذا. والمجتمع، الناس اللي حوالينا، عم فلان البقال وعم فلان اللي بنجيب منه العيش كده يعني. وهناك وسائل كثيرة نعبر بها عن الحب لأنفسنا ولمن حولنا. فكر واكتب ثلاثة أشياء تحبها في نفسك. عايزين نفكر كده، بتحب إيه في نفسك؟ يعني أنت شايف نفسك ما بتاخدش حاجة مش بتاعت حد، يبقى انت امين، يبقى بتحب صفة الامانة في نفسك، تمام؟ طيب نشوف بس تلات حاجات كده. مثلا النظافة، دايما محافظ على نفسك وعلى ملابسك نظيفة، يبقى انت بتحب صفة النظافة في نفسك، تمام؟ يبقى دي واحدة. النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، بتنام بدري وتصحى بدري عشان المدرسة، برضو دي صفة كويسة. ممارسة الرياضة، انك بتحب تمارس ايه رياضة، وشايف ان دي حاجة كويسة عشانك، فانت بدأت ايه تمارس الرياضة، يبقى دي حاجات انت بتحبها في نفسك. دي اقرب ثلاث حاجات ممكن تفكر فيها. بعدين هنا بقى بدأنا هنبدأ بقى نشوف ايه موضوع الدرس وموضوع امال. هنبدأ نتكلم عن امال. فبيقول لي امال بتحب لعب كرة اليد. كرة اليد فريقين بيلعبوا كرة اليد، بيمسكوا الكرة بايديهم مش برجلهم زي كرة القدم، وبيحاول يدخلوها المرمى برضو بايديهم. تحب امال لعب كرة اليد كثيرا، يبقى هي بتحبها جدا، شافت ان هي بتحب الحاجة دي. كان حبها هو الدافع للاجتهاد، لذلك انت لو حبيت المذاكرة هتلاقي نفسك شاطر قوي، لو حبيت مادة كذا هتبقى اشطر واحد في المادة دي. الدافع للاجتهاد في التدريب، فهي لما بتحب اللعبة دي بدأت تتدرب كتير كتير كتير، عايزة تتفوق فيها وتطلع الأولى في اللعبة. بالفعل أمال تفوقت في اللعبة دي في زمن قصير، ليه؟ لأنها حبتها في وقت قليل خالص قدرت تتفوق فيها،
واختارها مدرب الفريق. المدرب اللي بيدرب العيال كلهم اختار امال عشان شافها ايه بتلعب احسن واحدة تحت سن 12، يعني فريق اللي هو قبل ما يوصل 12 سنة، عشان تكون حارس مرمى. هي حارس مرمى، بتقف حارس مرمى الكرة اليد. اليوم بقى النهاردة اول مباراة لامال مع الفريق، ويذهب معها والدها واخوها وجدتها. والدها ودي اخوها وراه، ودي جدتها هي، ودي هي امال المكابل اللي احنا قلنا عليها اهي، تمام؟ رايحين عشان ايه؟ يتفرجوا عليها ويشجعوها. الجدة قالت لها انا افخر بك لانك تعلمين ما تجيبينه، يعني انت هتعملي الحاجة الصح. الاب قال كلنا فخورين بك يا امال، فقد بذلت مجهودا كبيرا في الفترة الاخيرة، انت اجتهدتي قوي في الايام الاخيرة. امال قالت بقى انا متحمسة جدا لاول مباراة لي مع الفريق، انا احب لعب كرة اليد جدا. طبعا هنا بيراجع لي حاجات في اللغة العربية، في نفس الوقت بيراجع لي حاجات في اللغة الانجليزية. اللغة العربية انا افخر، كلنا فخورين، ضمير المتكلم انا ونحن، انا متحمسة، كلمة متحمس كانت اول كلمة في درس الانجليش اللي هي excited، متحمس. فانا لازم اربط كده المواد ببعضها وافكروا باللي انا ايه، باللي انا عملته. كذلك ضمير المتكلم انا احب، لكن لو قلت نحن يبقى نحن نحب، وهكذا. كان الجمهور، بدأت المباراة زي ما انتم شايفين، وكان الجمهور منقسما. يعني ايه منقسما؟ يعني جزئين، جزء بيشجع الفريق ده، جزء بيشجع الفريق التاني. جزء يشجع فريق امال، منهم ابوها وجدها، جدتها واخوها وناس تاني، وجزء يشجع الفريق الاخر. الجدة سمرة تشجع امال، تصدت امال للكرة بمهارة، فقالت لها ايه، احذري يا امال الكرة قادمة. فطبعا وقفت الحاجة امال واصطدت للكرة بشكل جميل، وسمعت كلام جدتها. الامال بقى بتقول فقد اجتهدت كثيرا في التدريب خلال العام الماضي، حيث تحلم بان تمتلك دولابا مليئا بالجوائز. هي دلوقتي كل همها ان هي يبقى عندها دولاب مليان ايه، جوائز وحاجات كتير عايزة تربحها او عايزة تكسبها. طبعا بيقول لي بقى امال اتعلمين يا جدتي ان مذكرة من اكون انت اهديتني اياها جعلتني اركز في نفسي وفي كل ما يحدث حولي حتى اكتبه فيها، ومن الكتابة اكتشفت نفسي اكثر. امال جدتها كانت ادتها مذكرة بتتكلم عن الشعور بالحب والحاجات دي، فهي المذكرة دي كان اسمها من اكون، اللي هو المحور الاول بتاعنا. فبتقول لها المذكرة اللي انت اديتها لي يا جدتي خلتني اركز اوي في نفسي، واشوف ايه الصح وايه الغلط، واشوف انا بعمل ايه، وفي كل ما يحدث حولي، واعرف بالظبط ايه المفروض اعمله وايه اللي المفروض ما اعملوش. فبتقول اكتشفت نفسي اكتر وعرفت حاجات ايه اكتر عن الاول. الجدة قالت لها يسعدني كثيرا فهمك نفسك وحبك لها. يعني الواحد لما يعرف نفسه يعرف انه يبقى مجتهد ولازم يتعب ويوصل ويحقق هدف اللي هو عايزه. طبعا وهو الحلم الذي كتبته امال في مذكرة من اكون التي اهدتها جدتها اياها لتكتب فيها كل ما يحدث لها، وهو ما جعلها تكون فكرة افضل عن نفسها. طيب نيجي بعد كده، الجدة بتقول ولكن اعلمي يا امال ان الحب يجب ان نعبر عنه. فامال مش فاهمة، قالت لها اشرحي لي اكتر يا جدة، تمام، اشرحي لي يا جدة اكتر. الجدة قالت يجب ان تعبري عن حبك لكرة اليد. طب ايه يعني اكلم الكرة يعني واقولها انا بحبك يا كرة، انا بحبك يا كرة؟ لا طبعا، اما نعبر عن حبي ازاي؟ بالاجتهاد والالتزام في التدريب. طب انا عايز اعبر عن حبي للمذاكرة، اقولها بحبك يا مذاكرة، بحبك يا مذاكرة؟ لا طبعا، اما اعمل ايه؟ اذاكر، اعمل لنفسي ترتيب
يوم السبت هذاكر عربي، يوم الحد هذاكر انجليزي، يوم الاثنين هذاكر قيم واخلاق، وابدا بقى التزم بالحاجات دي واخلص كل جزء موجود عليا التزم بيه. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف والد امال. يعمل والد امال طبيبا بالمستشفى العام، يبقى ابو امال دكتور وشغال فين؟ في المستشفى. امال بتقول لجدتها: لقد تاخر ابي في المستشفى يا جده. الجده قالت: ما يميز والدك منذ صغره انه يحب ما يعمله. ودي اهم نقطه، ان انا لو حبيت الحاجه اللي انا بعملها يبقى هتقنها وهبقى شاطر فيها جدا جدا جدا. طبعا جه ابوهم خلاص كده وبيقول، وصل ابوهم، فالجده بتقول له: حمد الله على سلامتك. قال الاب: حكيت عنك اليوم يا امال لمرضاي وزملائي. لما عرف امال قال انا عليه، راح بدأ بالكلام عليها وقال لها: ده انا اتكلمت مع الممرضات اللي عندي ومع زمايلي عنك يا امال وعن كرة اليد. ردت امال وقالت: اتمنى ان تكون فخورا بي دائما يا ابي. انا عايزك تبقى فرحان ومبسوط بيا وفخور بيا دائما. النشاط الاول: فكر وابدع. طبعا زي ما عرفنا الحب، قلنا هو الاهتمام الحقيقي، هو القيام بكل الاشياء التي تظهر مدى اهتمامنا بانفسنا والاخرين بغض النظر عن عدد من نحبهم، فهناك دائما المزيد من الحب في قلوبنا. يعني الحب ده هو انك انت تبقى مهتم بنفسك ومحافظ على نفسك نظيف، وانك كده يبقى بتحب نفسك وعايز نفسك تبقى شاطر، يبقى برضو كده انت عندك حب لنفسك. طيب بحترم والدي وبحترم زملائي، يبقى انا كده برضو بحب والدي وبحب زملائي وبحب الاخرين، ولسه عندي حاجات كتيرة جدا. بيقول لي بقى ايه هنا بقى: ارسم واكتب. ارسم موقفا من القصة يعبر عن الحب واشرحه. تمام. هنفكر في الصورة اللي قدامنا بتاعت امال وهي تصدت لايه؟ للكرة. ونبدأ نشرح ونقول: تحب امال كرة اليد كثيرا، وكان حبها هو الدافع للاجتهاد في التدريب، فتفوقت في اللعبة في زمن قصير وبالفعل وبقت مجتهدة جدا. نشاط 2: فكر وعبر. اسفل الصورة التي تظهر حب النفس واجب واجب عن الاسئلة يعني. فالولد اللي في الصورة الاولى شايفينه بياكل بيتزا وبطاطس وشوكولاتة، كلها حاجات غير صحية، صح؟ اما في الصورة التانية بياكل لحمة فراخ اهي، وفي عصير وفي خضروات، يبقى تحس ان الوجبة صحية. فهنيجي في الصورة الاولى ونقول ايه؟ ماذا ترى في الصورة التي تعبر عن حب النفس؟ طبعا في الاول هندي قلب للرجل اللي هو بيعبر فيه حاجات حلوة، ده انه لا يهتم بصحته، لذلك يجب ان يأكل وجبات، لانه يأكل وجبات غير متكاملة وغير صحية، وجبة مش متكاملة زي ما احنا شايفين. طب التانية؟ لا التانية بيأكل وجبة صحية هو، صح؟ طب كيف تغيره ليعبر عن حب النفس؟ ننصحه بأن يتناول وجبة صحية متكاملة ليحافظ على جسمه من الأمراض. تمام؟ طيب هنا بقى نشاط 3: الصق صورتك وارسم نفسك. فكر في الصفات الجميلة التي تحبها في نفسك واكتبها حول الصورة، واكتب في الصفات دي في كل مربع من المربع. تمام؟ طيب تعالوا أولا نبص نشوف هنكتب ايه في الصورة. رسمت نفسي مثلا وليكن، تمام، وهبدأ اقول عندي صدق، ما بكدبش، يبقى كده انا بحب نفسي في صفة الصدق. كمان الامانة، ما باخدش حاجة حد، يبقى انا كده عندي امانة وبحافظ للناس على حاجتها. مثلا النظام، منظم، بروح المدرسة في ميعاد وبنام في ميعاد وبذاكر في ميعاد وهكذا. طيب الكرم والقناعة والإحسان، أقدر أكتب برضو الحاجات دي. الكرم إن أنا لما يكون معايا حاجة زيادة بدي اللي بحبهم. القناعة إن أنا لو خدت حاجة قليلة من ماما ولا بابا ما أقولش عايز تاني غير لما هم يدوني.
الإحسان إن أنا أدي إخواتي الصغيرين من الحاجة اللي معايا، تمام؟ طيب، ما الذي تحتاج لأن تفعله ليكون فيك هذه الصفات؟ طبعاً أن نعطي المحتاج، حد عايز حاجة ومش معاه أنا ممكن أديها له، يعني صاحبي بيستلف أستيكة يمسح بيها عادي، عايز البراية يبري بيها أديله برضو. أن نرضى بالقليل لما بابا ومامانا يدونا حاجة قليلاً عرض ناخدها، وأن نعفو أو نسامح لو حد مثلاً من زمايلنا عمل لنا حاجة وحشة نسامحه ونعفو عنه، تمام؟ طيب، نشاط 4، فكر وأكمل. أنا أجيد كذا، عندما أكبر أحب أن أكون كذا. عايز أقول لك أنت بتحب إيه يعني عشان تجيده، ولما عايز تكبر عايز تبقى دكتور ولا مهندس ولا عايز تبقى إيه بالظبط. طيب، أؤمن بأنني أستطيع، تقدر تعمل إيه؟ أحب أن أعرف أكثر عن كذا، أحب أن أجرب كذا، لأكون قويا وأتمتع بالصحة سأقوم بكذا. تعالوا نجاوب الأولى، أنا أجيد مثلا لعب كرة القدم. طيب، عندما أكبر أحب أن أكون لاعبا مشهورا، مش أنت بتحب اللعب يبقى عايز تبقى لاعب مشهور. طيب، لو أنت تجيد مثلا مذاكرة الدروس يبقى أحب أن أكون مثلا طبيبا، بتغير براحتك. أؤمن بأنني أستطيع التدريب والاجتهاد، الكلام كله على كرة الإيه؟ القدم. أحب أن أعرف أكثر عن رياضة كرة القدم، كم واحد في الفريق بيفوزوا فيها ازاي، بيجيبوا جوان ازاي كده. احب ان اجرب اللعب في البطولات لاكون قويا واتمتع بالصحة ساقوم بتناول الغذاء المتكامل وممارسة الرياضة. عرفنا نكمل ازاي؟ طيب، تعالوا نجرب حاجة تاني غير كرة القدم. انا اجيد التحدث مع الاصدقاء، عندما اكبر احب ان اكون طبيب أو صحفي أو ما إلى ذلك. أؤمن بأنني أستطيع المذاكرة والاجتهاد، أحب أن أعرف أكثر عن مهنة الطب، أنا بتكلم عن الطب بقى. أحب أن أجرب القيام بدور الطبيب أو معالجة الناس عشان أبقى قوي برضو وأحافظ على نظافة جسمي وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي. نشاط 5، من مظاهر حبك لنفسك أن تؤمن بمواهبك وتتقبل ذاتك، وذلك يختلف عن الأنانية وهي أن ترى نفسك أفضل من الآخرين. تعال بقى نوصل التعبير بتاع الكلمات. أول حاجة، لن أحاول مرة أخرى، عايزين نوصلها بإيه بقى؟ بلن أيأس، ولا سأحاول مرة أخرى، ولا أنت قوي، ولا سأبذل قصارى جهدي، ولا أتعلم من أخطائي. لن أحاول مرة أخرى، تعالوا نشوف هنلون الخط ونوصل بيه لحد فين. سأبذل أقصى جهدي، يبقى لونت الخط وقال سأبذل أقصى جهدي. طيب، صعب، أقول إيه بعد صعب بقى؟ صعب يا ترى لن أيأس، ولا صعب سأحاول مرة أخرى، ولا أنت قوي، تعالوا نشوف هنلون ونوصل بالتلوين لفين. طبعا صعب يبقى أنت قوي، ما تقولش على حاجة صعب. لما تقول المادة دي صعبة، لا، قول أنا قوي وهحلها وما بيهمنيش. طيب، لا أستطيع، لا مش هقدر أحلها، لا غلط، ما تقولش كده، ما تقولش مش هقدر أحلها، قول لن أيأس، مش هسيبها غير لما أحلها، تمام؟ طيب، يئست، زهقت خلاص أنا مش قادر أحلها، لا طبعا أنت لازم بدل ما تقول يئست تقول سأحاول مرة أخرى، هحاول أحلها، لازم أحلها. حاولت ولم أنجح، طب حاولت مرة واثنين وثلاثة وبرضو ما نجحتش ومعرفتش، لا برضو ما تقولش كده، ولكن تعلم من أخطائك، يعني شوف غلطت في المرة الأولى وحاول المرة الثانية إنك تعمله، تمام؟ نشاط 6، الحب الصادق هو أن تحب نفسك والآخرين، مش نفسك بس والآخرين، مهما حدث في الأوقات الجيدة والصعبة. خسر فريق آمال إحدى المباريات، آمال زي ما احنا عارفينها بتلعب كرة اليد، خسرت تمام في إحدى المباريات. قارن بين موقف آمال وصديقتها، وضع علامة القلب يعني الحب بجانب الموقف الذي يعبر عن الحب الحقيقي للنفس، وقول لنا ليه.
أمال لما الفريق بتاعها خسر بتقول لقد فعلت كل ما أستطيع للفوز، يعني أنا ما قصرتش، حاولت أصد على قد ما أقدر. من المحزن أننا خسرنا ولكننا سنتعلم من أخطائنا. تعال نشوف البنت الثانية، قالت لقد فشلت ولن ألعب مرة أخرى، أنا دائما غير، أنا دائما ناجحة يعني مش ناجحة خالص، وقدراتي ضعيفة. اهي دي يقصد، لكن أمال ما يقصدش. يبقى هنحط القلب عند أمال لأنها ما يقصدش ولكن عملت اللي عليها، ونقول خسرت وقالت سنتعلم من أخطائنا. أما الأخت التانية استسلمت للهزيمة واليأس، يبقى عشان كده هي اللي هتخسر. طيب نشاط واحد، فكر ولاحظ الجزء التاني من الدرس، بيقول لي لون أسفل الأشياء التي تقوم بها. ألعب رياضة، تلعب رياضة ولا لا؟ بلعب رياضة. ألعب في الخارج قدر الإمكان، ماشي يعني على قد ما أقدر، تمام. لا أشاهد التلفاز أكثر من ساعة، ماشي برضو حاجة حلوة. وحافظ على نظافة جسمي، كويس برضو، تمام. أنام مبكرا ولا أسهر، برضو كل دي حاجات إيه كويسة. طيب أكل الفاكهة بدلا من المقرمشات والحلويات، حاجة كويسة برضو. أقوم بعمل الواجبات المدرسية ولا ألعب، برضو حاجة كويسة. أشرب الماء والحليب والعصير الطازج بدلا من الكاكولا والبيبس والسيفن، أيوة حاجة كويسة برضو. أرتدي ملابس نظيفة، أيوة حاجة كويسة برضو. أرتدي ملابس ثقيلة عندما يكون الجو بارد، برضو كلها أشياء جميلة. طيب فكر واكتب بقى في رأيك، ما الأفعال والأقوال التي تعبر عن الحب؟ إيه الأفعال دي اللي تعبر عن أنك بتحب نفسك، عايز نفسك نظيف، بتحب بابا، بتحب ماما؟ طبعا الجد والاجتهاد والتدريب والعمل، دي هي دي الحاجات اللي بتعبر عن الحب، انك انت بتجتهد فيها، انك انت بتتدرب عليها، انك انت بتحل واجباتك كويس، يبقى انت كده بتحب الحاجه دي. طيب بتعمل ايه بقى عشان تعبر عن حبك لنفسك؟ طبعا النظافه الدائمه، ممارسه الرياضه، عمل الواجب المدرسي، كل ده. الاقوال بقى، لن ايأس، ساحاول مره اخرى، انت قوي، سابذل اقصى جهدي، ساتعلم من اخطائي، كل دي حاجات ايه كويسه. طيب بتعمل ايه بقى عشان تعبر عن حبك لنفسك؟ امارس الرياضة، البس ملابس نظيفة، اتناول الطعام الصحي وجيراني، واعطف على الصغير واحترام الكبير، اخويا الصغير اديله من الحاجة اللي معايا، واحترم اخويا الكبير لو قال لي حاجة، تمام؟ طيب ماذا ستفعل لتحسن تعبيرك عن الحب؟ امارس الرياضة والتدرب على المهارة التي احبها، شوف انا بحب ايه. طيب ما معنى الحب الحقيقي مما تعلمت؟ هو القيام بكل الأشياء التي تظهر مدى اهتمامنا بأنفسنا والآخرين، أن نعمل كل حاجة حلوة يعني، تمام؟ وأسامح الناس التانيين، وأن أنا زي ما بحب النفس الحاجة أحب لهم برضو، وطبعا في الأوقات الصعبة والأوقات الجيدة، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الدرس الاول، تابعونا واشتركوا معنا في القناة واللايك الحلو بتاعكم عشان نشرح لكم بقى الدروس. توفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.